في اي بيت اي بنت في مرحله المراهقه بيحصل صدام ما بينها وما بين مامتها. يعني ده الكتاب بالكتالوج التربيه بيقول كده. بيبقى المراهق عنده حاله تمرد على الاب او الام، وانما لو بنت بتبقى في تمرد مع الام، في كلاشات دائمه. ده حصل معاك ولا لا؟ انتوا تجنبتوه؟ مش يعني حصل كتير، حاجات بسيطه يعني، بس كنا بتكلم معاها كتير وقاوح كتير، وافضل يعني هي كانت تقول لي بتقاوح، يعني بحاول اثبت وجهه نظري. تثبت نفسها لازم، اصل خدي بالك انا بشتغل اكتر، بشتغل لازم تقنعك. تفضى يا باي عليكي ده انت. الحمد لله كبرت. اما تطلبي منه يحاول مره تانية مع ابوه، يمكن قلبه يحن ويوافق. يوافق ايه بس يا عمته؟ ده هددوا ان لو فتح معاه الموضوع ده مره تانيه هيطردوا من البيت خالص ويتبرى منه. لا قوه الا بالله. هو سيف ده ايه؟ قلبه حجر. انا اللي حظي وحش. لا يا دناي، لا يا اختي، اوعي تقولي كده. ده انت حظك زي الفل، بس هو الشيطان بيعاكس شويه. طب هعمل ايه؟ ممكن تشوفي لي حل بقى. في حد كان يعرف ان انا عمتها؟ لا لا لا، ولا نعرف خالص. لا والله. لا ده انت لسه عمتها من 30 سنه. بتصغرني. محدش يعرف. بتصغرني يا هدى، محدش يعرف. احنا واحنا بنحضر للحلقه دي غريبه انتوا اصلا عارفين. انا بقولها في انا هقول لحضرتك على حاجه، بدل ما واحنا بنحضر الحلقه احنا اصلا بنحبك، بس لما عرفنا الجزئيه دي حبيناها اكتر. يعني طبعاً. اللي يبقى عنده فيض امومه ده اكيد شخص في جواه نقاء مختلف يعني. طب ومن الحاجات اللطيفه ان انت لما دخلتي عالم التمثيل كان بالنسبه معايا. لك بيت فني ونيس زميلتي في الفن. الزملاء. الساده. الزملاء. دور جهاد طبعا دور لا ينسى، والحاله كلها كانت حاله اسريه قوي في مسلسل ونيس. ده حقيقي. اولا كان عندي ام تانية فنانه سعاد نصر، الله يرحمها. الله يرحمها. ماما ميسا. كانت برضو حد ياخد باله مني. اهي حياتي ده فيلم، كنا عاملين فيلم انا وهي، وكانت مامتي في الفيلم برضو. يعني عملت مامتي كتير قوي في الهمجي وخمس اجزاء ونيس، وفي الفيلم ده كانت مامتي فيه برضو. كان فيلم اسمه خريف ادم. فيهم شبه من بعض. في ناس كتير تقول انت شبه سعاد نصر اكتر ما انت شبه عمتك. ممكن. ايوه. يعني الملامح والالوان. الالوان. سعاد نصر. فونيس طبعا احنا تربينا فيه وشكل شخصيتي بشكل كبير قوي. واستاذ كان عندك كام سنه بقى لما مثلتي ونيس؟ احنا ابتدينا 12 سنه تقريبا او حاجه كده. صغيرة. وبعدين أستاذ صبحي برضو اتدخل بشكل كبير جدا 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 في التربية، في تربيتي على المستوى الإنساني أكتر. يعني أنا فاكرة وأنا في الجامعة وكنت معاه في المسرح ليل نهار، من الصبح للساعة 2 بالليل، يعني من 8 الصبح استوديو وبعدين نروح نكمل المسرح، وبعدين لو لقيت وقت أذاكر يبقى كويس قوي. فانا فاكره ان انا نجحت بقى في اولى جامعه كويس. انا نجحت، صحابي كلهم سقطوا، اللي ما بيعملوش حاجه يعني نزلوا بمواد وكده. انا نجحت يعني كنت فخوره جدا بقى. قلت كليه ايه؟ كنت كليه تجاره. هو اللي صمم كمان ما ادخلش ولا معهد فنون مسرحيه ولا سينما. يعني قال لي لا خدي حاجه تانية عشان افرضي ما مثلتيش لما تكبري وكده الجو ده. المهم فبجري عليه، كنا في ليبيا ساعتها بنعمل ماما امريكا. ماما امريكا. فبقول له انا نجحت. قال لي جبتي تقدير ايه؟ قلت له تقدير ايه؟ انا جبت مقبول كويس، انا نجحت اصلا، انا معاك من الصبح بالليل. قال لي هو ده كل طموحاتك؟ واداني رياكشن. انا رحت اعيط بعد ما كنت مبسوطه. لا فين التقدير؟ فكان ونيس في الحقيقه معايا برضو. فاستاذ صبحي برضو من الناس اللي شكلوا شخصيتي ورباني انسانيا. يعني درستي تجاره وجوزتي وخلفتي، بس لسه بتحبي الفن. انت بتحبي التمثيل جدا، وده قرار من زمان. طبعا بعشقه. يعني هتموت تمثل. يعني انا بمثل وانا صغيره وبحب المهنه دي، او بحب التمثيل قوي، و يعني حاجه بحبها. وقت ما هتيجي يعني ببقى في اسعد لحظات حياتي وانا بعمل ده. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.